عثمان، عضو ائتلاف 4 سبتمبر النوبي، إن أهالي النوبة يعانون منذ سنوات عديدة وأن الحكومات المتعاقبة لا تقدم حلولا حقيقية لمجتمع النوبة. أضاف عثمان خلال مؤتمر قانون النوبة تحت قبة البرلمان الذي نظمته الجمعية المصرية النوبية للمحامين أمس السبت بمقر نقابة التجاريين، إن أهالي النوبة يعولون على نواب البرلمان لتقديم حلول لمشاكلهم وإعادة تعمير المجتمع النوبي بهدف إعادة توطين النوبيين وتعمير النوبة القديمة. جاء المؤتمر الذي عقدته منظمات نوبية وبحضور عدد من نواب البرلمان وبعض رؤساء الأحزاب وبعض أهالي النوبة، ممن وصفهم بيان المؤتمر بأصحاب الحق. احنا كنوبيين النهارده بقى جايبين برلمانيين بنقول لهم ان احنا كنا في مشروع اتعمل، المسوده اتعملت قعدت 5 شهور في نقاش في المجتمع النوبي لعمل مسوده لانشاء هيئه لاعاده التوطين اعاده اول تعمير وتوطين النوبيين في اماكنهم الاصليه. جيت النهارده مع اخواتي النوبي جمعيه النوبه ابناء النوبه للتعرف على مشروع القانون الذي سيقدم تحت قبه البرلمان لعودة توطين أهالي النوبة في أرضهم الأصلية. أول ما بنوا الخزان حتى يعني طبعا كان ساعتها ساعة الاستعمار الإنجليزي، فما قالولناش ما ادوناش تنبيه، فطبعا جرى في القرى بناسها بكل محتوياتها، وجاء في التعلية بعدين بعد كده علوا الخزان 3 مرات وبرضه كل تعلية كان فيها هجرة. وآخر حاجة بقى جت السد العالي، طبعا كان الهجرة قصرية للجميع بقى، مفضل المنطقه كلها لحد منسوب ايه يستقر، ووعدونا ان بعد المنسوب ما يستقر هيرجعونا ثاني. دعوات النوبيين للعوده الى اراضي النوبه القديمه تم التاكيد على انها ليست دعوات انفصاليه، وانما تاتي في اطار تكيف مواطنين مصريين مع بيئتهم الام. كان في حوار مجتمعي مع مجموعه من القيادات النوبيه، سافرنا نصر النوبه وقعدنا معاهم وسمعنا هم عايزين ايه، فبالتالي عملنا القانون اللي يناسب عوده النوبيين عوده كريمه. فبالتالي احنا عملنا المسوده دي ومجهزينها بحيث نناقش اعضاء البرلمان فيها بحيث يطلع قانون مشرف، قانون لعوده النوبيين عوده كريمه ان شاء الله. يعني تروح في النوبه تساعدنا في مكاننا، روح في مكاننا وتتنمى المنطقه، واللي يجي معانا يجي اهلا وسهلا بيه، اهلا وسهلا بيه، سواء مستثمرين من اخواننا مصريين من اي محافظه يجوا معانا يعمروا المنطقه، تبقى منطقه بدل ما هي صحراويه تبقى فيها زراعه وفيها ناس قاعدين، تسع ما لا يقل عن 15 20 مليون، ليه احنا في الزحمه هنا؟ ليه في الزحمه هنا؟ هذا المؤتمر ياتي بعد سلسله طويله الامد من المطالبات النوبيه التي وصفت بانها لم تجد صدى لها من قبل، كي يفتح طاقه امل بين المواطن المصري من ابناء النوبه ووطنه الام مصر الحديثه التي يسعى الجميع فيها للحفاظ على كل حقوق المصريين. تعالت وبحت اصواتهم وسلكوا كافه الطرق، الا انهم قوبلوا بتجاهل واستعلاء، فلهم عادوا الى ارضهم ولهم نالوا حقوقهم كامله من الحكومات التي تناست أن في عنقها دينا يستوجب السداد منذ أكثر من قرن من الزمان. هديل صقر، الحياة الآن. شكرا لك هديل صقر، بكده نكون وصلنا